مساكم الله بالخير. بين التكليف بتشكيل الحكومة اللبنانية وتأليفها يواجه الصحافة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي. حياك الله دولة الرئيس. أهلا مساء الخير أستاذ داود، أهلا فيك في بيروت. شكرا لك. دولة الرئيس، صحيح أنه التكليف أسهل من التأليف؟ يعني ما بدنا نحط سهولة وصعوبة. بقدر أقول هيبة وتفاؤل. لما كلفت في هيبة للموقع وهيبة للمسؤوليات، طبعا استهبت الموضوع مش استخفافا ولا بعتبر فيه سهولة بالقصة. أنت رفضت التكليف، جلست فترة رافض ثم وافقت. صحيح. إيش اللي خلاك ترفض وإيش اللي خلاك توافق؟ وقت شفت الصراع اللي ممكن أن يحصل والفتنة اللي ممكن أن تحصل في الشارع بين 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 عدة أطراف، بين الطرفين متنازعين، فوجدت أني ربما بامتصاصي لهذه الصدمة أو كرة النار أحملها بيدي، ربما باستطاعتي أن أتفادى أي صدام في الشارع. ونرى اليوم أن نحن تفادينا صدام في الشارع حتى بعد هالخمسة أشهر، وبعد ما كلفت صار الصدام أو التصادم هو سياسي طبيعي في لبنان، هو من صلب المهمات الديمقراطية هذه المعارضة والموالاة اللي عم بتحاوروا بالإعلام ويتحاوروا بالمنابر السياسية وليس بالشارع كما كان في بداية قبل تكليفي. طيب ليش وصفت الحكومة هذه بأنها الأغرب في تاريخ لبنان؟ منين جت الغرابة هذه؟ والله الكلمات كثير أستاذ داود، طلعت صفات عن هذه الحكومة. أيوة. يعني جاي كان على المواجهة كمان. في خلينا نشوف الغرابة لأن السنة أخذوا مقاعد أكثر. يعني أنا يقال في ثلاثة في شخص حصل الأوصاف اللي أعطيت لها الحكومة، في 23 وصف أعطي الحكومة وبينهم الغرابة. الغرابة يعني لأول حكومة بعد اتفاق الطائف ما بيكون فيها التوازن الطائفي بين المذاهب، بس طبعا حافظنا على النص بالنص بين المسيحيين والمسلمين، وكان الغرابة أنه المسلمين السنة 7 مقاعد مقابل 5 للمسلمين الشيعة، بوقت لازم يكونوا متوازيين 6 في 6. ربما تكون هذه هي. أنت رفضت في البداية هذا صح؟ أنا أردت، يعني أنا الحقيقة بحديثي وقت عرضت عندي في محاذير لهالموضوع، لا أريد أن أدخل بصوابك وبطوائف، ولا يقال هذا الموضوع أنه السنة أخذوا من الشيعة أو شيء من هالنوع، ولكن لما أجتني التأكيدات بالعكس رحبت، لأنه هي برهان أنه حقيقة هل المبادرة اللي أخذها الرئيس بري في اجتماعنا آمل أن تكون حافز لمزيد من التلاحم بين السنة والشيعة في لبنان. أنا قبل ما أجي لهذا الحوار مررت على الرئيس نبيه بري وفهمت منه أنه حين استدعي وهو جارك كما يقول، صحيح، وأنه الجار ذهب إلى الرئيس ولم يخبرني، وحينما حضرت وجدت أن هناك 24 وأنا تحدثت معه مطولا أنه 24 مش ماشي، لماذا لم تخبره في الأساس؟ أنا مرأت بفترة 4 أشهر ونص في أخذ وعطاء وكلام وكل هالمواضيع، وجدت أنه يجب أن أقدم وأن أضع تشكيلة حكومتي أمام الرأي العام وأمام فخامة الرئيس ونستشير دولة الرئيس. صفة المسؤوليات كتير كبيرة. أنا شفت البلد كيف عم يمرق بها 4 أشهر، عندنا أمور اقتصادية أصبحت في ضرورة أن يكون حكومة، أسعار النفط في تصاعد، الأمور المعيشية، الأمور الاجتماعية في عندنا تحديات كبيرة، وجدت أن الأمور الإدارية كل مالها عم تسوء أكثر فأكثر، الإدارة عم تنحل. هي لا يعني تسيير الأعمال لا تنجز أي شيء عادة بالنظام؟ تسيير الأعمال تنجز، ولكن أضيف أن رئيس وزراء تصريف الأعمال كان غائبا عن لبنان، مما زاد بعض الشيء من تضخم هذا الموضوع. فرأيت أنني أمام مسؤولية، كلفت بتشكيل الحكومة. أكثر من ذلك بدأنا بأمر دستوري، فبدأ مجلس النواب يأخذ بالمظهر مكان مجلس وزراء ببعض أمور تنفيذية، وبدأ مجلس النواب يفكر بالتشريع بغياب حكومة.
خشيت على ضعف الوزارة كما ضعفت الرئاسة؟ خشيت على ضعف مؤسسة مجلس وزراء. لهذا السبب أقدمت الإقدام هو الخير واستخرت ربي وأقدمت. أقدمت نعم، أقدمت على 24 اسم. ال 24 اسم هن لأنه نحن في عندنا 24 حقيبة وزارية قدر الحقائب، واستغنيت عن الوزراء الدولة وقلت أننا وزراء الدولة هم ربما سبب لتأخير الحكومة، فلنكن جديين ولنبدأ بال 24 وزارة وزيرا بحقائبهم، وأن تكون وزراء الدولة فيما بعد قررنا فيما بيننا بتوسعة الحكومة يمكن أن نوسعها إلى 30 ولا يوجد إشكال. حتى حين حضر الرئيس بري وبدأ بالإقناع وأوجد حل لهذا الموضوع، تنازل عن مقعد شيعي لمصلحة السني السعدي الصحيح. لماذا سميت هذه الحكومة السعدة؟ حكومة مواجهة؟ يعني هذا واحدة من التعابير اللي بتنقال حكومة مواجهة. أنا أسأل نفسي، مواجهة من؟ مواجهة أخي بالداخل مهما كان الطرف الآخر والمعارض. معروف الآخر. المواجهة مواجهة من؟ مواجهة من يا مواجهة في قرار في ظني وفي محكمة. أنا عم أقول أول شيء مواجهة أقول مواجهة داخلية. مواجهة من؟ أخي اللي أنا بعازل له لحتى نبني الوطن سوا. مواجهة خارجية، هل باستطاعة لبنان أن يواجه أحد؟ يعني نحن نعتبر وكأننا كل العالم. يعني هل لدي أنا هنا في سراي الحكومة أرقام القنبلة الذرية لكي أواجه العالم وأخوف العالم بها؟ مواجهة من؟ هل نحن باستطاعتنا مواجهة أحد؟ لتكن الواقعية السياسية هي السائدة. نحن بسياسة زيرو كونفليكت بوليسي، نحن لسنا بغاية أو نتطلع إلى أي إشكال مع أي دولة في العالم. لا خليني ألعب دور المعارضة الجديدة هنا. تفضل. أن هذه الحكومة تريد أن تجعل البلد متراسا للموالاة الحالية، لحزب الله. نعم. لجماعة ثمانية هذا. نعم. إذا تكون أنه إحنا تستهدفوننا ستستهدفون البلد. نعم. هذا هو الاتهام. أولا يعني أنا لا أريد أن أدخل بموقع، أنا أريد أن أتحدث وقائع. أنا إذا أردت أن أقول سرا، كنت طواق وأسعى أولا لحكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع، ويعلم فريق 14 أدار أنني سعيت بكل صدق لكي نتعاون ولأن تكون حكومة شاملة، وقدمت عروض بهذا الخصوص. ثانيا، عندما وجدت أنه لا مجال للدخول للمشاركة بالحكومة من قبلهم وكان موقفهم صارم، كان لدي فكرة حكومة اختصاصيين ربما من غير السياسيين لكي نكون في هذه الحكومة. ثم وجدت صعوبة بحكومة غير سياسيين لأنني أعرف التحديات، حتى التحديات في الشارع، فقلت كيف أستطيع مواجهة الأمور الأساسية وأنا بحكومة غير محصنة سياسيا؟ يعني من الصعب أن أواجه الأمور في الشارع وأنا حكومة غير محصنة سياسيا. ثالثا، ألفت هذه الحكومة. هذه الحكومة متنوعة، ليست حكومة لون واحد، ليس حكومة كما يقال ولا بشكل من أشكال حكومة حزب الله، ليس حكومة لها سورية أي دور فيها. هذا أعنيه بكل ما يكلم معنى، وأيضا أعني أننا لسنا ضد حزب الله ولا ضد سوريا ولا ضد أي دولة. نحن سنتعامل مع الجميع. لبنان بحاجة لكل الدول الشقيقة والصديقة. لبنان بحاجة لوحدة وطنية في الداخل، وبحاجة لعلاقة جيدة مع الجميع، خاصة أمام الأوضاع القائمة في المنطقة. ما هي أسباب التشكيك الدولي والصمت العربي؟ الصمت العربي إيش تفسرته أنت؟ ليست من العادة أنه يجري تشكيل حكومة لبنانية ولا يتلقى رئيس الوزراء اتصالات من الزعماء العرب. لا، أنا تلقيت من تلقيت كثير من الاتصالات. وأنا أول اتصال كان من الرئيس بشار. لا، أنا لم أتلقى اتصال. أنا لم أتلقى اتصال من 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 الرئيس الأسد صراحة. تلقيت في اليوم الخامس على التشكيل اتصال من رئيس الوزراء السوري. وتلقيت أيضا عدة اتصالات من دول عربية ودول غربية.
وحريص على أن أكون على علاقة مع كل هذه الدول، ولكن أتفهم هذه الدول، أتفهم الحملة الإعلامية الكبيرة ضد هذه الحكومة، وكأنه هذه الحكومة أتت لتنفذ انقلاب ما أو تنفذ مآرب ما. أريد أن أطمئن الجميع عبر شاشاتكم الكريمة أننا حكومة، الحكومة استمرار، ونحن هنا للحفاظ على وحدة لبنان والحفاظ على قرار وسيادة وحرية لبنان بكل ملك كلمة من معنى. ليس لي وأنا ولا لحكومتي أي خيار غير هذا الخيار، ونحن نتطلع بكل صدق إلى علاقة متينة وقوية مع الجميع. لهذا لسنا بمواجهة مع أحد، لا مع المجتمع الدولي ولا مع الأخوة العرب، وسنركز على ذلك ببياننا الوزاري. أننا سنأتي على البيان الوزاري. أنا أريد أن أسألك الآن عن، طالما أننا تحدثنا عن العالم العربي، ما هي العلاقة مع سوريا في ظل ما تعيش سوريا اليوم؟ العلاقة مع السؤال اللي قبله، السؤال اللي قبله لو سمحت لي، هل ما جرى في سوريا له دخل في التسريع؟ خفتوا أنتم في لبنان؟ يعني ما حصل في سوريا حاصل منذ أشهر، ليس مستحدث. يعني البعض يربط الأمور ببعضها البعض، وأنا قرأت تحليلات يعني عن ربط الأمور، وربطت بأنني أنا قررت القيام بإعلان الحكومة في اليوم التالي للانتخابات التركية، لأن الانتخابات التركية ستؤثر على الوضع في المنطقة. أقولها صدقا أنه شعور عندما شعرت بأن هذه الأمور الداخلية بدأت بالتدهور، وخاصة تدهور المؤسسات، وبدأت الناس تعتاد على عدم وجود رئيس وزارة، وبدأت تعتاد إلى عدم وجود مؤسسة رئاسة الوزراء التي هي أم المؤسسات الإدارية. وجدت أنه هذا واجبي، أنني كلف بمهمة أن أؤلف هذه الحكومة. ألفتها، ليس لها أي معطى، أقسم لك ليس لها أي معطى في هذا الموضوع. كيف ستتعاملون حكومتك، كيف تتعامل مع الوضع في سوريا بصراحة؟ ماذا ستفعل لو جاءك لاجئون من سوريا؟ الوضع بسوريا، نحن في لبنان لدينا وضع مع سوريا مرتبط بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. هذا الأمر أمر دستوري بحت، وارد في وثيقة الوفاق الوطني تحت البند رابعا عن كيف تكون هذه العلاقة، علاقة بين لبنان وسوريا، تربطنا بسوريا علاقة، معاهدات واتفاقات. لبنان يحترم هذه المعاهدات والاتفاقات، ونحن كل ما نتمنى للشقيقة سوريا أن ترى الأمن والأمان بإذن الله بوجود الرئيس بشار الأسد، وأن يقوم بالإصلاحات اللازمة لكي يعود الأمن إلى الجمهورية العربية السورية. هذا ما باستطاعتنا أن نقوم به، ليس باستطاعتنا لا أن نقدم شيء ولا نؤخر شيء. نحن في لبنان دوبنا همنا، لدينا هموم داخلية، علينا أن نهتم بوضعنا الداخلي، أن نحسن هذا الوضع، أن نعي تماما أن أي تداعيات سلبية لا سمح الله من سوريا ستؤثر على الداخل اللبناني. علينا أن نوحد أنفسنا، نوحد الشعب اللبناني لكي نحمي هذا الوطن من أي عواقب عن الوضع في سوريا. في مضة اللاجئين، لو جاء لاجئين، إذا أجى اللاجئين، موضوع إنساني شيء وموضوع سياسي شيء آخر. موضوع الإنساني، نحن على علاقة مع الشعب السوري، علاقة متينة، لنا أخوة في سوريا ولديهم أخوة في لبنان، عائلات مشتركة. من الناحية الإنسانية حتما لن نترك أخواننا السوريين إذا كانوا بحاجة لأي أمر ما. دورة الرئيس، سأتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار. أهلا فيك.